بودكاست الفكرة وفكرة مع الأستاذ حكمة بعيني على راديو الرابعة. فكرة اليوم لها علاقة بمدير المبيعات أو مديرة المبيعات. في كل شركة هناك قسم خاص بالمبيعات، طبعا يختلف عن قسم التسويق، وأحيانا الناس بتقول أنه في علاقة دائمة ومستمرة بين القسمين، صحيح، ولكن قسم المبيعات شغلته الرئيسية هو بيع المنتجات وبيع الخدمات من أجل أنه الشركة يصير عندها إمكانيات وموارد مالية revenues حتى تقدر تستمر في العمل. هذا القسم مهم جدا، ولكن التوب مانجمنت الإدارة العامة لازم تعرف أنه عمليات الضغط المستمرة على قسم المبيعات يؤدي سلبا إلى تراجع دور هذا القسم في الشركة، ومعظم مدراء المبيعات عايشين في حالة من الخوف لأنه في أرقام معينة لازم يحققوها وإلا بيكونوا في حالة غير مرضى عنا في الشركة. هذا القسم عنده حالة حساسة جدا جدا، لذلك إدارة الشركة لازم تهتم بمدير المبيعات وبتجعل منه كوتش، يعني تجعل منه مدرب لأعضاء القسم وللعاملين في هذا القسم. من دون هذه العملية سيبقى مدير المبيعات في حالة من التوتر والخوف، وأيضا الأشخاص اللي بيشتغلوا من القسم هذا أيضا سيعيشون الحالة نفسها. هناك أهمية to empower مدير المبيعات، نعطيه الفرصة ونعطيه الإمكانيات لحتى يلعب دور الكوتش مع كل العاملين في قسم المبيعات حتى نقدر نحقق أرباح ومبيعات إيجابية بدلا من أن تكون سلبية كما هي الحال في معظم الشركات. انتهت الفكرة. هذه الحلقة مقتبسة من كتاب الفكرة وفكرة.